مساء الخير، عاملين ايه؟ طبعا النهارده انا موجوده في سوق كفر بدماس. ده الكاليماري روعه. بايه الكاليماري؟ 150 روعه. وكام الكابوريا؟ الكابوريا ب80. والله روعه. هاخد وده المرجان ولا اسمه سمك ايه؟ بصوا يا جماعه، ده انا في سوق. الله، دي ايه بقى؟ ده اللي بيقولوا عليه اسمه ايه؟ السبيت؟ لا مش السبيت، اخطبوط. عندكم اخطبوط؟ الله، شايفين كمان؟ الله، بايه كيلو من دي؟ الله، شايفين؟ حلوه قوي، تتاكل طريه. ما شاء الله ما شاء الله. بكام الكيس من ده؟ الجمبري القمر ده بايه؟ الجمبري القمر ده بايه؟ مش مشكله. ب100 ولا بكام؟ ب120. مش انت بتقول في جمبري ب100؟ لا ده انا بقول كده وخلاص. يا سلام، يعني انت بتقول، طب تعالى بقى، يعني انت بتقول باسم وبعد كده مفيش. 120 ليك ب100 قبل اللي انت عايزاه. ماشي، قال متلك ده ولا افتح دي اما اشوفها كده. بلد روعه. حط لي كيلو.